قاسية لحظات الوداع والفراق التي تسجل وتختزن في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجيعة ونختنق بالدموع ونحن نودع واحدا من جيل المربين والأساتذة الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة، الناكرين للذات الذي فارق الدنيا بعد مسيرة عطاء عريضة ومشوار حياة في السلك التعليمي والعمل التربوي والاجتماعي، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة. نلقى إليكم مع كلمة أخرى من تقديم ممثل عن تلاميذ ثانوية المسنين الإعدادية، تقدمها التلميذة خديجة رومي.